هيبقى لكن بكاي بشكل مختلف. بتذكر انه في رمضان، كان يوم 8 رمضان، الضربة بتاعت القيادة الأولى يعني. ف يمكن أنا من بداية الحراك كنت بمشي لكن بالدس كده، لأنه معرضين لي العفو يعني. أمي قاعدة معايا في البيت ومعرضاني العفو كده، وإحنا ناس الحلال ديلك. فمشيت اليوم ده وبطريقة ما، أنا ممتحنة طبعا وبمشي المكتبة، ده المفروض يكون يعني، لكن قاعدة أمشي الممرقة. فاليوم ده أمي يومين بقول لها أنا ماشية الدكتور، أنا عيانة فعلا يعني. اليوم ده قامت قالت لي أنا حاسة إنك ما قاعد تمشي الدكتور، أنت بتمشي القيادة. فقمت قلت لها أنا ماشية الدكتور، قالت لي ما تمرض، قلت لها ما تعرضني للعفو، لأن والله أنا ما أرقى ما أرقى. ف جات القصيدة دي وأنا طالعة قبل ما أصل القيادة، كنت كتبتها، قلت في لي عيون مغالبني القعاد، والشباب بيغادي في وش المدافع، يا تميت يما تم اليوم وعاد، يا توم يا يما قلبها بنسى شافع، البلاد يا يما وشر البلاد، شاب جناها أزية إلا تراب يافع، والحساب يا يما ليل عن دين حاد، وما في غير الموت يحول دون ما ندافع. أعفي لي يا يما غالبني اليقين، الدموع الدمعة تخلف دمعتين، الوجع حدادي والدم حد وين، والقعاد والله يما قبيح وشين. أعفي لي يا يما ما دكتور علاجي، ماشي لي دكتور عالي لي بلد، لا دي آخر طلقة في كلية مسالم، للي بحس وجاعنا يا يما تولد، البصيرة عزيرة والعينين بصيرة، والسلاح الناري والنفس الهمد، الله وحد وداري قدريش المواجع، والخشوم الكتة حفراح الرماد، وعفي لي يا يما غالبني القعاد، الطبيب شن طعمه كان اداني حقنة، أو مرقني مريضة بشنطة حبوب، الطبيب يا يما ما بيمسح دموعك وما بيرجع للخريطة خط الجنوب، الطبيب يا يما ما رجع شهيدنا، الشهيد عند الله علام الغيوب، والغيوب الجاية ماها حسينة يما، أبقى عشر على البنيات والولاد، وعفي لي يا يما غالبني القعاد. ان شاء الله عفت لك. والله بعد مشيت وخلاص يعني فشيت غبنتي، بقيت في الرضويه بكره وقريت القصيده وبقت تبكي زياده يعني. فانا داير ادي تحيه لكل الامهات الصامدات داير ادي تحيه لكل وهم بالمناسبه الامهات ديل في شخصهم هم كنداكات، صح، فلهم التحيه كلهم، وربنا يديهم الصحه والعافيه ان شاء الله وما يذوقوا وجع. صح.